اهلا بسليمان الشحي. اهلا حبيب. ذكرني باسم مطعمك. خور النجد. خور النجد. انا اول ما وصلنا من امس ندق عليك نقول اليوم غدانا بخور النجد. وين وايش نجهز لنا اليوم؟ نجهز لك طول عمرك السمك على كيف كيفك. مع عيش ابيض. وصالونه. ها؟ بابا بابا محفوظ؟ ايش جايب؟ ها؟ ايش غدانا؟ هنا ايش شحي؟ ما شاء الله. تعرف ايش هني؟ ايش؟ صالونة. صالونة ايش؟ صالونة كوفر. حبيبي حبيبي حبيبي. وهناك السمان طولي في امريكا. السمان. اي نعم. وهذا ايه؟ وهذا عيش ابيض. انت كذي؟ مشغول. عيش؟ مشغول. عنا رسالة لكل شخص اي لولاية خصب لابد ان يروح رحلة بحرية. رحلة يودونك لخور اسمه خور شم. اماكن جميلة، مناظر راح تسحرك. بتشاهدون الدلافين، الدلافين في خصب غير الدلافين في كل مكان. لا تقول لي دلافين اي مكان غير خصب. ليش؟ لان في خصب تمشي معاك وكانها مدربه. يا رجل المتعه والمناظر ولما تدش للخور. ففي كثير من السفن التقليديه هني ياخذوك في رحله بحريه، واليوم مع اخونا يونس الكمزاري بنروح رحله سريعه من الرحلات اللي تطلع من ميناء خصب. وكي السفينة قاعد يجهزونها الحين بنركب فيها. اللي يميز الطريق اللي يوديك للسفينة اللي تطلع فيها ان كل السفن مرصوصة في بعضها، بس عليك انك تمشي وتعبر من سفينة لأخرى. شوفوا هذا الفاصل البحر، تمشي الين توصل السفينة اللي بتسير فيها. وهذه السفينة اللي بنطلع فيها اليوم الرحلة البحرية. ها حن وصلنا لها. جميل ان كل امور السيف، السباحه، المتعه، الفعاليات الرياضيه موجوده بداخل السفينه. القعده سواء القعده تحت، القعده ايضا فوق، الشاي، القهوه، الخضروات، الماي، البيبسي، كل تحتاج له موجود. اها جابل العود. طبعا بعد شوي بندخل في الخور، ولكن لازلنا ننتظر الدلافين. الحين بناديهم. بيوم بيوم بيوم. والدلافين وصلوا ما شاء الله. يو يو يو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مليان البحر دلافين. زين الحمد لله. غني حال الدلافين عشانيين. الله. ايوه صفر لهم صفر لهم. سي ما شاء الله اول ما غنيت سبحان الله طار الدلافين. ايه تايتانيك. ايه تايتانيك. الله الله. هاي 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 كبير. ايوه شوف يمشي معاك يمشي معاك. الله الله. هاي 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 كبير. ايوه شوف يمشي معاك يمشي معاك. شوف الحين بيقفز بيقفز بيقفز. ايوه الحين يقفز 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 وقفزه قفزه. يا سلام عليكم. قفزه غيره 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 غيره. يا سلام. هذول هني هذول هني هذول هني هذول هني. فري. يا سلام. سباق سباق. يا سلام سباق سباق الدلافين. هذول هني هذول هني. متعة متعة يا جماعة. متعة متعة يا جماعة. متعة. اقفز اقفز اقفز. هو ولده هو ولده. يعلمه يعلمه. اقفز فوق 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 فوق. عاش العود فوق فوق. ايوه فوق العود فوق. يا سلام صغيرون. هاي صغيرون هاي صغيرون. فوق 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 فوق. تحدي تحدي من يسبق تحدي من يسبق. يا سلام يا سلام يا سلام. عاش سباق سباق. ما
من يسبق؟ نشين. افتح 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 اشوف. افتح نشوف. هذا غير يا شاء الله. افتح ثاني افتح ثاني ابو عبد الله. سمان. السمان. سمان. وجبة. لا 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 لا. حقيقة أي أحد أي إلى خصب ويبي يطلع رحلة ويبي أكلة صيد صيد فظيعة صالونة مميزة جدا هني شو كيف خلصوها الصالونة هذا لو يفتح في مسقط أيوة أنا راهن عليه لو يفتح في مسقط راهن عليه يا جماعة الطبخة شوفوا كيف قصينا ما شاء الله لا إله إلا الله صلوا على النبي واذكروا الله والبلوشي للحين بعد يأكل حتى الجلد ما سمج تاكله نحبل يا سلام يا سلام عم محبوب رايك ها اتصلوا في الريال هذا رقمه انا ما ادري مشكله ما في رسالني هل هذا رقمه والله رقم الخاص المهم دقوا عليه اي حد يخصب يبقى اكله بحريه ياخذها معها بارسل عنده محمد حبيبي خبرنا عن مسندم الله مسندم جميله بولاياتها الاجمل واحنا في بحر خصب واليوم في هذه الرحله الجميله وصلنا لجزيره التلغراف هذا افضل مكان هني تغوص زين او تعمل الرياضه السباحه السطحيه تشاهد اجمل الاسماك في الدنيا شوف الحين في سمك لا ما في سمك ها ولا سمكه ولا سمكه نعم بسم الله قول بسم الله بسم الله تعال يا سمك 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 ما شاء الله تعال يا سمك تعال يا سمك تعال يا سمك اتخيل ان هذا السمك وانت تغوص او تعمل سنوكلينج راح تشوفه شوف جمال السمك هذه هي محافظة مسندم أدعوكم للاستمتاع بولاية الخصب للسياحة أي حد يبى هالسفينة ويطلع رحلة مثل اللي احنا طلعناها يتواصل مع شركة رمال خصب للسياحة حاجة مميزة من الآخر يا جماعة رمال خصب كل هذا يعملوا لكم الفعاليات المواقع وين تبى تروحوا وين تبى تمشوا كل هذه الأمور يعملوا لكم إياها في هذه الشركة تواصلوا معاهم هذا رقم التليفون اعملوا كابتشر كابتشر اسألوهم عن كل شيء تبونه ما بيقصروا معكم مع الخصب لين شركة استكشاف مسندم للغوص هني شغل الغوص اللي ما يحتاج يلا بسم الله الحمامي هيا جمرامي هاي بهيامي والشوق غلب فوق غير الحمامي روح 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 هاي هات حبر هات حبر بص 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 كل شيء بضبط لك اصبر خليه بس هده هده ها هده باب خليه بس لا لا هده هده لا لا عادي هده اريد اريد ارجوك بدور بدور بنزل لك الدرع يا حسن اوكي ليش احسن عشان ومن محافظة مسندم بسلطنة عمان تمنياتنا للأخضر السعودي بالفوز وان يهزم الأرجنتين ويحقق النصر اوه يا سعودي يا ثوب النصر اوه يا سعودي يا ثوب النصر اوه يا سعودي يا عز وفخر اوه يا سعودي يا عز وفخر واليوم اليوم اليوم على الله هو يا سعودي هو يا اي عمان وشعب عمان مع الاخبار السعودي اوه يا سعودي يا ثوب النصر اوه يا سعودي يا عز وفخر اليوم 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 على الله هو يا سعودي هو يا هو يا سعودي هو يا من مضيق هرمز ومن محافظة مسندم
كل عمان تشجع المنتخب السعودي، وبإذن الله فالكم الفوز يا الأخضر السعودي، وكل عمان وأهل عمان يشجعونكم. اليوم 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 على الله، هو يا سعودي، هو يا هو يا سعودي، هو يا هو يا سعودي، هو يا يا لا لا ويا لا لا ويا لا 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 يا لا لا ويا لا لا ويا لا لا لا. عليك يا ابو غانم، الله عليك يا ابو غانم، بدشداشه ومصر ويمارس رياضه التجديف. الله، وعند وين؟ عند جزيره التلغراف بولايه خصب بمحافظه مسندم. الله عليك، ناخذه من يوم يومك، ناخذه وللعلم فقط، لو غرق ما بيسبح. الله عليك يا ابو غانم، الله عليك يا ابو غانم، ابدعت. ومن ثم ايش بقيت للسب؟ خلاص ما دور حد، دور عم محفوظ. عم محفوظ جاهز؟ بكرة بكرة بكرة؟ صائد الدلافين. اوبا اوبا، مدرب الدلافين. ايش الاباب؟ ما باب صير بغانم، دير بالك بغانم. الحمد لله رب العالمين. لا قوية صراحة، لا صراحة قوية. بغانم تعب تسبح؟ بغانم أرجوك إذا ما تعب تسبح قول. بغانم ما راح يملكه هذا البحر هذا. بغانم أرجوك دوكم دوكم اللعبة، دوكم اللعبة. بغانم توصل شيء من عيالك؟ توصل غانم مبارك شباب؟ ها ها، والله انك كفو، والله انك كفو. ها راح يعلان طبعا. لا ها مسندم، ايش تبوا من الصيد؟ تبوا صيد تدلل امور كوفر شنعد يدر. بسم الله. خلينا شوف زين بنشوف. تحسس ايوه ايوه ايوه. خلي بعد شوي بس مرة عاد بعيد الشر. كان عاد كمبيوتر. عيدها عيدها عيدها. شو 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 اسم السمكة هذيك؟ كان عاد؟ كان عاد. تفلت علي يا ريال. يا بها يا بها يا بها السمكة يا بها. نشوفها من هنا تنشاف؟ يا بها وينها؟ وينها؟ يا الله بكان عده. يا الله يا الله بجيذرة. اوه هامور 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 هامور. ما شاء الله تبارك الله. ها ايش رايك؟ شوف سمين سمين بعد سمين. ها سمين حرك. اوه رزق عطيب. شيء هناك بعد؟ شيء هناك حتى عومه ما ياب عومه. بحار ابي ليك ابوي ورد العفية ليك. شيل اللي ليك ليك واللي مالك واللي مالك مالك. هذا ما هذا بيصير يدي صغير، يدي صغير. ايوه وين غرفنا محمد؟ غرفنا وين؟ غرفنا ذلك على الزاوية. هذا فندق نستفيد. يمين هذا نزلنا هني. هو هذا المشروع مالهم. هذا بدر. ها بدر بدر